I'm going to say a few words in Arabic and then we'll say them in English. And في إنجيل القديس يوحنا وكلامه مع نيقوديموس في شوية حاجات يجب الانتباه ليها ومهم إن إحنا ناخد بالنا منها. إنه أولا نيقوديموس جه لربنا عشان خاطر شاف المعجزات اللي عملها. لما الناس كانت بتشوف ربنا يسوع المسيح والمعجزات في حاجة بتحصل لهم. بيحصل لهم شيء غير عادي. الحقيقة هم لما بيشوفوا المعجزات مش زي ما احنا بنشوف مثلا شو في التلفزيون ولا تمثيلية ولا حاجة وشوية كده عجيبة. لا. هم في الحقيقة بيتقابلوا مع الله وجها لوجه. العالم بتاع الله. الكيان الإلهي بيعلن بطريقة ما للإنسان. لما يعلن الكيان الإلهي أو اللاهوت للإنسان بيبقى فوق إدراك البني آدم خليه يتلخبط وبس في نفس الوقت يتشد بطريقة غير عادية لربنا يسوع المسيح. فهو الراجل ده كان شاف المعجزات اللي عملها ربنا وتقابل مع الله من خلال الجسد بتاعه. نيقوديموس اتقابل مع الله فقال له نحن نعلم أنك من الله لأن لا أحد يستطيع أن يعمل الأعمال التي أنت تعملها لم يكن الله معه. فرد عليه ربنا وقال له إيه؟ مفيش حد هيقدر يشوف الملكوت بجد إلا لما إيه؟ يولد من مرة أخرى من الماء والروح. وقال له كمان أن المولود من الجسد هو جسد والمولود من الروح هو روح. مش معنى كده إن اللي عمله نيقوديموس في الإيمان بالمسيح ده شيء بسيط أو قليل، لكن كان له تكملة. النقطة الثانية اللي قالها اللي أنا عايز أقولها قال له إيه؟ أنت معلم إسرائيل ولا تعلم هذا؟ يعني كان لابد لمعلم إسرائيل إيه؟ يفهم كلام ربنا يسوع. كان لازم يفهمه. طب يفهمه إزاي؟ لأن القصة دي اتكررت قبل كده في العهد القديم في الكتاب المقدس اليهودي وكان نيقوديموس مفروض يفهم الحكاية دي لأنه معلم. كلمة معلم يعني بيعلم. طب بيعلم إيه طيب؟ هيكون بيعلم إيه؟ الشريعة. هيكون بيعلم الشريعة. فلو هو متمكن في الشريعة لدرجة إنه يقال عنه إنه معلم. نيقوديموس كان من مجمع السنهدرين واحد من الناس اللي هم أعلى سلطان كنسي وكان دي حاجة واحدة ومدني في أورشليم وفي إسرائيل. فكل إن هو مش عارف المعنى اللي كلام ربنا بيقوله معناها إن هو في حاجة وقعت منه في الدراسة بتاعته وهو معلم. طب إيه اللي وقع منه؟ اللي وقع منه التأمل والقصة بتاعت الطوفان والقصة بتاعت عبور البحر الأحمر. لو كان اداهم انتباه كافي كان شاف الكلام بتاع ربنا يسوع المسيح. ليه؟ لان في الطوفان ربنا طلب من نوح الايمان عشان يبني الفلك. وبعد ما خلص بناء الفلك وده معناها ان ايمان نوح كان ايه؟ قوي جدا بربنا واصدق كلام ربنا. فالجزء اللي جاي بعد كده هيبقى ايه؟ المعموديه لان هيخش الفلك وهيحصل ايه؟ الطوفان هيجي. وبعد المعموديه جاي العهد. الذبيحة. فهو عشان نيقوديموس بيطلب ربنا يسوع المسيح قال له مش هتشوف الملكوت غير لما تعمل ايه؟ تتعمد. قال له احنا امنا يبقى عملت الجزء الاولاني فاضل لك المعمودية. هنا انا عايز اقف عند نقطة. قد يكون ان الانسان ما بيشوفش المعجزات بتاعة ربنا يسوع المسيح لكن الطريق الثاني اللي يتقابل فيه مع ربنا هو ايه؟ التأمل في كلام ربنا. التأمل في كلام ربنا. لما الإنسان يقعد شوية بيدي انتباهه شوية للكلام بتاع ربنا والمعجزات بتاعته واللي كتب عنه في الإنجيل هيلاقي نفسه وجها لوجه مع مين؟ مع ربنا نفسه. فهو ده اللي مطلوب مني أنا النهاردة لأني مش ممكن ما أشوفش معجزات في حياتي. في قصة أفتكرها على موضوع التأمل ده. كان في لينا صديق في الكلية وكان الصديق ده يحب يقرأ سير روبان القديسين. فقرأ واحد من
قصة واحد اسمه ايه؟ مرقس الترمذي. مرقس الترمذي ده كان سايح عايش في مغارة، وكان ما بيشوفش حد. راح له أظن الأنبا بفنوتيس، مش فاكر مين اللي راح يزوره أو يسأل عليه، فعشان يعرف أخباره إيه، فهو قاعد معاه أظن في المغارة بتاعته. فمرقس بيسأله بيقول له إيه الراجل، يعني السائح ده بيقول له يا ترى هو في إيمان في الكنائس لسه؟ يقول لي جبل زي ده انتقل فينتقل. فهو بيقول كده إيه اللي حصل؟ الجبل اللي قاعدين فيه اتهز. فالقصة بتقول ان الزاير اتخض خضه جامده جدا، كان هيموت من الرعب. صديقنا ده اللي كان قاعد بيقرا القصه دي يقول في اللحظه دي مره واحده لما انا ركزت شويه في القصه عرفت ليه في ثانيه كده ليه الراهب اللي بيزور ده اتخض. هو ما اتخضش عشان الجبل يتهز، هو اتخض من مين؟ من الشخص اللي قاعد قدامه. مين ده اللي بيقول من غير ما يصلي كن فيكون؟ مجرد ان ينطق الكلام يبقى لابد حصل تحويل رهيب في الشخص اللي قدامه. الشخص اللي قدامه ده كبني ادم مات، واللي عايش جواه ده مين دلوقتي؟ المسيح. فلما انتبه للحته دي في التامل بتاعه للقصه بيقول لنا كان انه قعد 3 ايام لا حاسس بجسده ولا حاسس انه بيروح فين ولا بيجي منين ولا بيتعامل مع مين ولا بيقدر ياكل ولا بيشرب. دماغه ايه حصل لها ايه؟ وقفت. لان حصل ان هو اتقابل مع مين دلوقتي؟ مع حاجه اتكشفت له خطفته. دي حاجه بتحصل للانسان اللي عايش في حياه التامل. لما الانسان يعيش حياه التامل، اذا كان بيبص على الكتاب المقدس على سير القديسين، يبدا ربنا يكشف نفسه ليه. لما يكشف ربنا نفسه الانسان يحصل ايه؟ سيتاخد زي نيقوديموس. نيقوديموس لما شاف المعجزات اللي حصل، رغم ان هو راجل كبير جدا في المقام، يعني حاجه جامده، اللي يعني بقيت اصحابه الشله بتاعته اللي بيقعد معاهم هيعملوا له ايه؟ هيضايقوه انه رايح لربنا، عشان كده جه له بالليل. فاللي خلاه عمل كده هو ايه؟ ان انكشف ليه برؤيته للمعجزات. حصلت قبل كده مع التلاميذ لما كانوا في البحر الجليل وربنا عمل ايه؟ بالظبط نفس الموقف. لا قبل ما مش بس ماشي على الميه، لما قال لك لما كان الريح جامد جدا فانتهر الرياح والبحر، فراح ايه؟ وقفوا في اللحظه. فيكتب الانجيل كده يقول ايه؟ فبهتوا للغايه. يعني ايه بهتوا للغايه؟ يعني واحد يبهت للغايه، يتخض لغايه لما مخه ايه؟ يقع. دي الحاجه اللي بتحصل للانسان اللي بيدور على ربنا، اللي عايز يقرب منه. كل ما يجي يقرب من الانجيل بالذات والكلام عن ربنا يسوع المسيح ويتامل فيه يسكت شويه كده قدامه شويه، يبدا ينكشف ليه اللاهوت بتاع ربنا، ويبدا هو نفسه يتغير ويتاثر، يخش في منطقه ثانيه، يخش في عالم ثاني لا ينتمي لهذا العالم. ما يقدرش الانسان يروحه باي وسيله مواصلات عاديه. الوسيله المواصلات الوحيده اللي الانسان يروح بيها هي ايه؟ التامل. التامل في كلام ربنا. لانه بيخش في العالم بتاع مين؟ بتاع الله. بيتنقل من العالم اللي احنا فيه يروح للعالم بتاع الله. هي دي الحاجه اللي يعني انا عايز اتكلم فيها النهارده على موضوع نيقوديموس والكلام بتاع ربنا له عن الذي يولد من الروح هو ايه؟ روح، والذي يولد من الجسد هو جسد. عشان الانسان يتنقل من الجسد للروح لازم حاجه تحصل، لازم ياخد وسيله مواصلات، لازم يبقى في حاجه. كل من اعتمد بالروح القدس والميه عنده القدرة أن يدخل في هذا المجال ويعيش فيه إذا ساب نفسه أن يتأمل في ربنا يسوع المسيح. وكده بيقولها بولس الرسول، يقول إيه؟ ونحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه المكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. ولنا هذا الكنز في أواني خزفية لكي يكون فضل الله، فضل القوة الله لا منا. دي الحاجة اللي بتقدم لنا ببلاش الإنسان المسيحي عنده وهو لا يعلم عنها شيء، ويعيش حياته كلها يصلي ويتكلم ويطلب ببقه وبجسده، لكن من جوه الروح مش شايفة حاجة في حالة ظلمة. لكن الإنسان اللي قاعد قدام الكتاب المقدس وبياكل فيه ليل نهار وعمال
يعيد ويزيد في القصة ويبص عليها من ناحية دي، يبص عليها من ناحية دي، لابد إن الباب هيتفتح في يوم من الأيام ويشوف حاجات تانية الإنسان ما يقدرش يتكلم عنها. The words I want to say today is about Nicodemus and his visit to Christ at night. When he came, he saw miracles. All those who saw miracles of Christ were exposed to Jesus' divinity, to his power as God. And they were attracted, and they actually lost their logic, and they were belonging now to something else. So Nicodemus saw the miracles and came to Jesus at night, you know, desperate. He wants to see Christ and want to tell him, what should I do? And Jesus told him he had to be baptized. Anyone who was exposed to Christ, especially in the miracles, had astonishment. They were astonished. They got out of their mind. Why? Because all of a sudden they were transported from the life of the body to the life of God. The life of God. And I have this story about a man who was sitting reading, a friend of ours in the school, was reading the story of a monk who sits on the mountain, and then he's talking to a visitor and says, is there any faith in the church that can say to this mountain, move, and it will move? And as he's saying these words, the mountain started to move, and then the monk says, not you, blessed, not you. You stay your place. And the friend said, when I read this, I was shocked out of my senses. Why? Because I discovered that God actually lived in this monk, that he didn't need to pray for the mountain to move. He actually just said it, and the mountain started to move, meaning that he became a dwelling place of God. So when this happened, that shock came over our friend, and he explained, he said, for 3 days, I was walking, I didn't know if I was walking, I was out of the body, I didn't know if I was out of the body, I was just in a way, in a state of bewilderment, astonishment, amazed, almost out of my mind for 3 days. Anyone who comes to encounter Christ, to encounter the work of God in us, in the New Testament, if they got there, they will be very astonished. That's why Moses was attracted by the burning bush. And then the disciples one day, when Jesus was in the, many times, one time he was in the ship, and he did calm the sea with one word. He said, quiet, and the sea and the wind completely stopped from a storm to complete calm. Then it says that the apostles, they actually got astonished. They got out of their wits, completely astonished, because they watched him do this, and they were wondering, who is this who can do that? God in man, God in human form. Now, when we read the gospel, and when you read the stories of saints, if you meditate on them, that's the word meditate, you can actually at one point get glimpses of this amazing revelation. And this will transform us. St. Paul said it in his apostles, in his epistles. He said, and we all with unveiled faces behold the glory of the Lord in a mirror, will be transformed to the same image from glory to glory according to the Spirit of the Lord. So this is the invitation, that we go and meditate. Nicodemus was supposed to meditate in the Old Testament, but he failed big time. And Jesus told him, you are the teacher of Israel and don't know. That means you've not been exposed enough to the material that you hold. We too are called to meditate, and means to keep thinking, keep looking at the same piece over and over again. And then once you will see something that you didn't see before, and would change you, and would change me too. That's the power of God's word. To him is the glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever. Amen.